وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية. السيد رضا صفر وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن. وهذه قائمة كتاب الدولة. السيد أنور بن خليفة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية. السيد عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية. السيدة نايلة شعبان حرم حمودة دولة التنمية والتعاون الدولي. السيد محمد كريم الجاموسي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف التجهيز والتدامة. وهكذا انتهيت سيد الرئيس من تقديم أعضاء الحكومة.